اهلا بيكم معانا في حلقه جديده من برنامجكم الجدعان ريل ستيت، البرنامج اللي بيرصد لكم اهم الاخبار والمواضيع في السوق العقاري. وفي بدايه حلقتنا النهارده هنرصد لحضراتكم حلقه من سلسله نجاحات ابتدت مع بدايه العاصمه الاداريه الجديده ومدينه العالمين، اللي تزامن مع بدايتهم دخول مصر بقوه لعالم الابراج وناطحات السحاب، وشفنا بعينينا مجموعه من الابراج باروع التصميمات في العاصمه الاداريه الجديده وفي مدينه العالمين الجديده تم بنائهم في وقت قياسي في خلال 6 أو 7 سنين، والنهارده بيتم تسليمهم. اما احدث الابراج الايقونيه فالنهارده مكانه هيختلف شويه. تم الاعلان عن احدث برج ايقوني في منطقه التجمع الخامس، واللي هيكون في شكل مسله فرعونيه. مش بس كده، وكمان مدخل البرج هيكون في شكل هرم، والبرج هيكون اداري تجاري. البرج هو جزء من مشروع رافيل، مشروع ضخم بمساحه 1355 فدان، هيضم مناطق سكنيه واداريه وتجاريه وترفيهيه، واكيد البرج الايقوني. والسر في روعه تصميمات وتفاصيل المشروع في التعاون ما بين 3 من اكبر المكاتب الاستشاريه في مصر، وهم مكاتب محمد طلعت وضياء الدين ابراهيم وايمن عفيفي، واتجمعوا تحت اسم MDA جروب. لسه المعلن عن تفاصيل المشروع مش كتير، لكن نتوقع انه فعلا مشروع هيكون من اروع مشروعات التجمع الخامس. ودلوقتي تعالوا بينا نبتدي لقاءاتنا في حلقه جديده من برنامجكم الجدعان ريل استيت. تشاهدون في حلقة اليوم مشروع في موقع مميز جداً في 6 أكتوبر. احنا ملتزمين بالعائد الإيجاري مع حضرتك من تاريخ تشغيل البروجكت. تم شراء الحديد بالكامل بالنسبة للبروجكت من وان داي لعدم الدخول في تغيرات سعر الصرف. الكومباوند اللوكيشن والفيو بجد يخطف العقل زي ما بتقولوا. اللي بيشتري بيت هون مش عايز بقى يكون عنده شاليه على البحر او عنده اكسس على البحر. اللي انعمل فيه انه ب 6400 متر يطلع لك 80 وحده سكنيه، هو هذا كان اكبر تحدي. احنا النهارده بنحتفل بالمسابقه الوطنيه ليو سي ماس. يو سي ماس زي ما احنا عارفين هو برنامج تنميه المهارات العقليه. تشاهدون الآن مشروع في موقع مميز جداً في 6 أكتوبر. إحنا ملتزمين بالعائد الإيجاري مع حضرتك من تاريخ تشغيل البروجكت. تم شراء الحديد بالكامل بالنسبة للبروجكت من وان داي لعدم الدخول في تغيرات سعر الصرف. البدايات دايماً هي المعيار الحقيقي لتقييم المطورين العقاريين. من هنا اختارت شركة أصال للتطوير العقاري أهم موقع في مدينة 6 أكتوبر لتنفيذ أول مشروعاتها سبيد، وهو مول للوحدات التجارية والإدارية والطبية على مساحة 6000 متر على محور جمال عبد الناصر مباشرة، وبوجهة بتمتد لمساحة 110 متر. شركة أصال للتطوير العقاري تأسست بعد تحالف الشركة الملكية الحديثة منفذة مشروع سوق أدر الشهير في شارع الجمهورية، وصاحبة أعمال تطوير مباني القاهرة الخديوية بوسط القاهرة، وتطوير مشروع 20 عمارة سكنية في منطقة الثورة الخضراء، وشركة 3A للإنشاءات، واللي ليها سبقة مشروعات كبرى في أعمال المقاولات العقارية. وبالمناسبة مشروع سبيد في قلب منطقة سكنية شديدة الاحتياج للوحدات الطبية والإدارية والتجارية، وأقرب مشروع تجاري وإداري لنادي الصيد، وقدامه مباشرة محطة محور جمال عبد الناصر للقطار السريع،
ونادي نقابة المهندسين، بخلاف إن موقعه في مدخل مدينة الشيخ زايد الجديدة وعلى بعد دقائق من محور 26 يوليو والطريق الدائري الأوسطي. تعالوا دلوقتي نقابل أحمد أدري، الرئيس التنفيذي لشركة أصال للتطوير العقاري، منفذة مشروع سبيد التجاري والإداري في مدينة السادس من أكتوبر، وهنتعرف منه على أسباب إنشاء مشروع سبيد في مدينة السادس من أكتوبر وآليات التعاقد على الوحدات التجارية واللي بتضمن لصاحب الوحدة الحصول على عائد إيجاري من أول يوم تشغيل للمول بما يوازي 8% من إجمالي سعر الوحدة سنوياً، وبتزيد القيمة الإيجارية بنسبة 10%. سبيد مشروع إداري وتجاري وطبي عيادات في موقع مميز جداً في 6 أكتوبر. أنا أعرف حضرتك من مشروعات كبيرة جداً في القاهرة الخدوية، أنت عاشق للقاهرة الخدوية، إذن هنا في سبيد أكيد بتقدم شيء مختلف. أصال، كلمنا عنها الأول. أصال هي شركة، هي تحالف استراتيجي كان ما بين الشركة الملكية. الشركة الملكية كنا حضرتك قدمتها قبل كده في البرنامج بمشروع سوق أدري، وهي فعلا العبقري اسمه سوق أدري العبقري في وسط البلد. هو فعلا طبعا مشروع من المشروعات اللي بنعتز بيها جدا، لأني بنقدم فيها صورة لمشروع متكامل تجاري بيقدم خدمات تجارية في منطقة تجارية حساسة جدا. لذلك ابتدينا نهتم بتطوير مشروعاتنا التجارية في المناطق الجديدة زي مدينة 6 أكتوبر ومناطق الشيخ زايد. فكانت الحمد لله بتوفيق ربنا تم تأسيس شركة أصال، وهي اندماج ما بين تحالفين لشركتين كبار، هي الشركة الملكية بمشروعاتها السابقة كسوق أدري والمشروعات والأراضي اللي طورتها قبل كده، وما بين شركة تريبل اي المملوكة للمهندس أمجد عاطف عباس، شركة مقاولات كبيرة جدا نفذت مشروعات كتير جدا في العاصمة الإدارية وغيرها. لسه أقول لك موجودة في العاصمة. مظبوط. وهي شركة تم التحالف لخروج منتج مميز جدا جدا إن شاء الله يكون موجود في منطقة زايد، مشروع أول مشروعات شركة أصال، ومشروع تجاري إداري طبي موجود في أهم محور من محاور الرئيسية لمدينة 6 أكتوبر، محور جمال عبد الناصر. محور جمال عبد الناصر، أنا شايف أن الموقع ده مربع ذهبي على محور جمال عبد الناصر، مستقبله واعد جدا جدا. أي حد هيتفرج في المنطقة من بره، أنت قدامك منطقة بالكامل كلها مولات تجارية وإدارية، إذن المنطقة دي هتغير وجه مدخل 6 أكتوبر. فكرة في مطورين عقاريين كتير موجودين في الماركت، في ناس كتير جدا بتشتغل في التطوير العقاري، ولكن الحمد لله اللي بيتميز بيه تتميز بيه شركة أصال هو اهتمامنا الكامل بالدراسات المسبقة قبل أي مشروع. بناخد وقتنا جدا، بنركز بالدراسات التفصيلية لكل خطوة عاملين حسابها from A to Z لغاية لما نوصل لكل تفصيلة، إن احنا نختار كل تفصيلة في المشروع. طبعا كان من أهم الحاجات اللي بنركز عليها هو البرايم لوكيشن، وده اللي بيجذب استثمار أو بيشجع أي حد عشان يشتري او ان هو يستثمر مع شركات التطوير العقاري. لكن اختيارنا مش كان بس للبرايم لوكيشن او ان اللوكيشن بتاعنا من اهم اللوكيشنز، لان في ناس كتير جدا بتتكلم على ان كل المشروعات بتاعتها هي لوكيشنز، لكن احنا لما نتكلم عن مشروع سبيد كلوكيشن هو فعليا اهم موقع موجود بالنسبة لمدينة 6 أكتوبر الجديدة، وده بتميزه اللي لا يقل عن دقيقتين. زي ما حضرتك شايف محطة 6 أكتوبر الرئيسية لمشروع القطار السريع اللي هيجيب من السويس لغاية مطروح أو العالمين قدامك مباشرة، المحطة قدامي طبعاً. دي بالضبط يعني بمديول، احنا بنتكلم مول تجاري قدام محطة رئيسية، فطبعا it's will get traffic بشكل يخدم المول بدون أي حاجة. طبعاً المنطقة هنا واعدة جداً جداً بالنسبة للمشروعات التجارية، ده أهم ما يميز البرايم لوكيشن بالنسبة لمشروع سبيد في قلب محور جمال عبد الناصر، إن المنطقة عندها احتياجات كبيرة جداً بالنسبة للعيادات أو المكاتب الإدارية أو بالنسبة للمشروعات التجارية في محور جمال عبد الناصر. فبالتالي كنا مركزين كويس جداً إزاي نقدر نطلع بروجكت أو مشروع بواجهات
متكاملة بكل براند يقدر يكون متشاف على محور جمال عبد الناصر. طبعا انت لو عندك براند او هيكون عندك وحدة تجارية حابب جدا ان يكون الاسم بتاعك ظاهر بالنسبة للناس من على الشارع دايركت، وده اهم ما يميز مشروع سبيد على وجه الاخص. بشكر جدا طبعا المهندس المعماري اللي قدر يساعدنا في تصميم البروجكت بالشكل الرائع اللي طلعنا بيه الحمد لله. كلمنا عن سبيد نفسها، مشروع عبارة عن ايه، كم دور، التخصصات اللي موجودة فيه، التجاري هنعمل فيه ايه، ده مهم جدا جدا. طبعا احنا عندنا المشروع هو مساحته 6000 متر، في بيلت اب ايريا بتوصل ل 10000 متر. واجهتنا على جمال عبد الناصر دايركت هي 110 متر، فهي واجهة ممتازة جدا لأي مشروع. وهو المشروع يعني متميز بوجهته على المحور جمال عبد الناصر دايركت، فبالتالي الواجهة بتاعت المشروع مدياله إتاحة لمدخل رائع بالنسبة للوحدات التجارية، بحيث أن المشروع بيتكون من كتلتين. الكتلة اليمين فيها عاملين فيها بروجكت جميل جدا لمعرض سيارات، قدامه أو الدور يكون لكشري جدا، عندنا على الواجهة بنك، عندنا على الواجهة فارماسي، عندنا على الواجهة جيلوري، عندنا على الواجهة بيتم اختيار الوحدة التجارية يكون تسكنها فين من فيرست دي. وطبعا الوحدات التجارية أهم ما يميزها في مشروع سبيد إن احنا بنضمن لك العائد الاستثماري بتاعها، لأن احنا بنأجر للبراندز اللي شركة الإدارة بتحط لها الكواليفيكيشنز بتاعتها أو المعايير الثابتة بتاعتها اللي تخلي البروجكت ده في مكانة معينة ما يكونش البورتفوليو بتاع المول يبتدي ينزل. حابب أشتري وحدة تجارية في سبيد، التعامل هيبقى ازاي معايا عشان نضمن الحفاظ على المعايير اللي انتوا حاطينها؟ احنا طبعا بيجي لنا نوعين من العملاء بالنسبه للانفستور او الناس اللي جايه تشتري في مشروع سبيد بالنسبه للوحدات التجاريه. بالنسبه للوحدات الاداريه او الوحدات الطبيه خلاص هو جاي بيشتري بيأجرها بيفتحها مركز تحاليل، مركز اشعه، اتس اوكي دي موضوعها واضح. بالنسبه للوحدات التجاريه عندنا طريقتين من نوع بنسأل حضرتك، حضرتك مستثمر بتشتري الوحدة التجارية بغرض الاستثمار، أو إن حضرتك بتكون already brand جاي بيشتري صاحب علامة تجارية، صاحب علامة تجارية جاي بيفتح عايز يشتري الوحدة التجارية بحيث إن هو يفتح العلامة التجارية كفرع لي أو مكان لي في البروجكت. طبعا بيتم الموافقة على، لو حضرتك صاحب علامة تجارية بيتم الموافقة على نوع البراند اللي حضرتك جاي وفقا لمعايير بتحددها شركة الإدارة بالكلاينتيل اللي بتناسب البراندات اوريدي الموجودة في البروجكت بشكل كامل يعني. أما لو حضرتك بتشتري الوحدة التجارية بغرض الاستثمار فإحنا عندنا فرصتين للاستثمار في مشروع سبيد. الفرصة الأولى إن حضرتك بتكون عايز تضمن الاستثمار من أول يوم، فبنبتدي إن إحنا نمضي معاك عقد إيجار بيبتدي تفعيل العائد الإيجاري بالنسبة له من تاريخ تشغيل البروجكت من وان دي، بتمضي عقد إيجار لمدة 9 سنوات مع شركة الإدارة في المشروع بعائد استثماري 8%. أول يوم تشغيل للمول ضمنت العائد الاستثماري بتاعك، إن الوحدة التجارية الريدي بتاعتك بيجي لك عائد إيجاري منها وأوريدي بيتخصم من بقية الأقساط بتاعتك سواء تم استئجارها او لا. احنا ملتزمين بالعائد الايجاري مع حضرتك من تاريخ تشغيل البروجكت. او الحاجه الثانيه ان حضرتك بتقول لي لا انا عايز ان ما يكونش العائد 8%، يكون العائد اكتر من كده، وده بيكون وفقا لسعر السوق. خلاص ما بمضيش عقد ايجار معاك من تاريخ تشغيل البروجكت. هو 8% من قيمه الوحده، من قيمه الوحده التجارية. تمام. الفرصه الثانيه ان انا باجر لك الوحده التجاريه بالماركت برايس، وبيكون ليا 15% كنسبه من قيمة العقد الإيجار اللي أنا بوفره لحضرتك من تاريخ برضو تشغيل المشروع. الوحدات المتاحة بقى عندنا الأرضي المنخفض والأرضي والأرضي الدور الأول، دول وحدات تجارية، لأن احنا عاملين منظور جمالي بالنسبة للبروجكت. استغلينا المساحات بتاعة البروجكت لأن في فرق منسوب في الأرض، فقدرنا نستغل ان احنا نعمل ووتر فيتشرز بالنسبة لل العلامات سبيد اللي هتبقى موجوده في البروجكت، بحيث ان كل الوحدات يبقى قدامها شويه فاسيلتيز كده تقدر تستخدمها من المشروع.
بالنسبة للوحدات التجارية في الدور الأول عاملين أوت دور، بالنسبة لاختيارنا للمطاعم للفود أند بافريج للمنطقة الريتيل للمنطقة الخاصة بالشوبينج، بالنسبة للدور الثاني والثالث مداخل خاصة للمكاتب الإدارية، مداخل خاصة موجودة للعيادات، بحيث إن لو أنا النهاردة رايح طالع لدكتور مش عايزة أتعرض مباشرة يكون ليا الانترنس بتاعي المدخل بتاعي دايركت. عندنا منطقة فوق في الروف بتاع البروجكت عاملينه يكون بشكل فيه كروس فيت، فيه ملعب بادل، مشروع متقدم بدراسة تفصيلية، مركزين في كل تفصيلة صغيرة وكبيرة، وإن شاء الله تكون معانا وإحنا بنفتتح البروجكت. طبعا البروجكت ده أهم ما يميزه إن هو بجانب نادي الصيد دايركت، فالناس طبعا أنت عارف بتحب إن هي وهي خارجة أو خلصت النادي في الهوليدايز أسلمهم في التدريب والساعتين دول قضي مصلحة، عايز يتغدى، عايز يشرب، اروح بنك خلص يعني حاجه في البنك، في يقدر يخلص كل احتياجاته في مشروع سبيد. هو مشروع الصراحه يعني فرصه كويسه جدا للاستثمار فيه، مش عشان بس احنا عاملينه ومركزين فيه، لان احنا تعبنا فيه في تخطيطه في كل تفاصيله. وانا بدعو كل المطورين العقاريين، مش فكره الهدف الاستثمار او الارباح أو إن يكون الهدف ربحي، على قدر ما يكون فيه قيمة مضافة حضرتك بتقدر تضيفها كمشروع يفضل معاك سايب بصمته العمر كله. خلي بال حضراتكم، في سنة 1985 بدأت قصة آل أدري في شارع الجمهورية بوسط القاهرة بتجارة العدد والآلات، وقدروا يأسسوا أكبر منظومة لدعم الصناعة الوطنية. ونجح الشاب أحمد أدري لما تولى المسؤولية إنه يضع منظومة تجارية كاملة، ولأنه فعلاً طول عمره فكره متطور وعاشق لمنطقة وسط القاهرة ومتيم بالقاهرة الخيدوية، قرر الاستثمار في قطاع التطوير العقاري، والبداية كانت من محلات آل أدري طورها بالكامل، وكمان نفذ مشروع عمره سوق أدري التجاري العملاق للعدد والآلات، مكان مذهل مستحيل حد يصدق انه موجود في شارع الجمهورية، وتصميماته نابعة من طراز القاهرة الخديوية ومتعدد الخدمات، وبتحكمه قواعد تشغيل صارمة. كمان طور اكتر من عمارة تراثية بوسط القاهرة. باختصار احمد ادري بيحلم انه يعيد لمنطقة وسط القاهرة الخديوية هبتها، لان تاريخها عظيم فعلا. سبيد اسم ممكن جديد على ودنا، ممكن كلعبة كنا كلنا بنلعب السبيد، ولكن ليه اخترتوا اسم المشروع سبيد؟ انت عارف الشاش اللي بينزل يقش على طول طبعا. فكان طبعا كانت جلسة تشاورية ما بين اعضاء التيم، بالنسبة للفريق كله كان قاعد، وكان في مكافأة بمناسبة اللي يختار اسم البروجكت. كنا عايزين خد ذهب، ما خدش فلوس، فكان نوع من انواع التحفيز يعني لخروج افكار. كنا عايزين اسم سهل، اسم الناس عارفاه، رمز يكون من كلمه واحده بالنسبه لاسم الشركه او بالنسبه لاسم البروجكت. تم اختيار اسم سبيد كعلامه تجاريه موجوده في قلب اكتوبر، هتنزل ان شاء الله تقش كل البروجكتس اللي حواليها باذن الله. القطاع العقاري النهارده بيواجه ازمات عديده جدا، وخصوصا مع تحرك سعر الصرف. انت امنت ده ازاي للمشروع هنا بحيث ما يواجهش عثرات؟ طول ما المشروع على ورق بتقدر ان انت تتحكم في ادارته. طول ما دخلت في حيز التنفيذ او انك خلاص قررت انك تنفذ مشروع، فبالتالي لازم تكون مذاكر كويس جدا كل المعرقلات اللي ممكن تقابلك في البروجكت. طبعا خلال الفتره اللي فاتت او السنتين اللي فاتوا، تغير سعر الصرف مع الازمات الاقتصاديه اللي مرت في السوق العقاري المصري عملت دروب لشركات كتير جدا بدات تكسب او تخسر او ان هي تكيد في البروجكت بتاعتها. فبالتالي كان لازم ان احنا نركز في تفصيله تغير سعر الصرف، وده كان معالجته من خلال اداره الشركه بان هي الحمد لله قدرت انها تكفر راس المال العامل او الانفستمنت المحطوط في البروجكت بشراء اهم الماتيريالز زي الحديد. تم شراء الحديد بالكامل بالنسبه للبروجكت من وان داي لعدم الدخول في تغيرات سعر الصرف، وبالتالي تم تخزينه والتعاقد عليه بشكل كامل. اهم الماتيريال برضو تم التعاقد عليها بحيث ان احنا نقدر
ان نكون نتجاوز مرحله اي تغيرات في سعر الصرف، وبالتالي برضو تم تاخير بيع بعض الوحدات التجاريه اللي بعد تسليم المشروع تحسبا لاي تغير في سعر الصرف، لان نقدر زي ما وعدنا ننفذ ونسلم ان شاء الله في المواعيد الملتزمين بها قدام العملاء بتوعنا. محفظتنا العقاريه عامله زي يا استاذ احمد؟ محفظتنا العقاريه الحمد لله بتضم اكتر من 17 فدان اوريدي موجودين في مناطق مختلفه. عندنا قطعه ارض ان شاء الله ريزيدنشال بمشروع كومباوند جايين بفكره هي اوريدي موجوده في الامارات، بننفذها ان شاء الله خلال الفتره الجايه، وهيتم الاعلان باللونش عن البروجكت ده باذن الله. هتسلمنا سبيد امتى؟ ان شاء الله باذن الله سنتين ونص من تاريخ استلامنا للرخصه، بحد اقصى 3 سنين من تاريخ اللونش اللي فتحنا بيه البروجكت، وده كان من 7/7 الشهر الماضي. نحتفل معاكم امتى باول انشاءات تطلع؟ ان شاء الله باذن الله اول حفر هيكون للبروجكت في شهر 10. وبالنسبه للجدول الزمني للبروجكت طبعا مع رئيس القطاع الهندسي تفاصيل كتير جدا. اهم حاجه ان البروجكت يطلع زي ما وعدنا بيه الناس واحسن ما هم يتوقعوا باذن الله. الاداره ازاي نسيطر عليها في مشروع زي ده؟ وحدات كتير جدا ما بين اداري وتجاري وعيادات. بالنسبه لمشروعاتنا في وسط البلد علمتنا ازاي نقدر نحكم قواعد تشغيل تجاريه بالنسبه للمناطق الاصعب، فان شاء الله بالنسبه للمشروعات في المناطق الجديده تكون اسهل بكتير. ولكن خلينا نقول ان اي مشروع او اي حاجه في الدنيا بتديرها هي لازم يكون فيها روح، والروح دي هي اللي بتعكس حلاوه المكان من غيره. طبعا. ممكن يكون في مولات كتير جدا معموله بديكورات رائعه جدا، لكن تدخل المكان ما تحسش فيه بروح. الروح دي بتيجي من المانجمنت، بتيجي من فعلا تعاملك مع الكلاينتيل بتوعك، مع العملاء، مع راحتهم، مع توفر السيرفيسز بتاعتهم، مع مش انك بتعرقلهم. بالعكس، احنا كلنا عايزين نقدم نكون شركة في بروجكت بنقدر نسيرفيس بيه على الكلاينت او على العميل، بحيث ان هو يدخل ويخرج سعيد من المكان. طيب، قواعد التشغيل بتكون ثابته بلوائح موجوده للبروجكت، العميل بيمضي عليها في العقد بتاعه، فبالتالي بتكون بشكل في الاداره هي اداره تشاركيه، بحاول اوفر له كل سبل الراحه من دعايه، من ماركتنج، من افكار ازاي جيت ترافيك لي عشان يقدر يكون شغال باستمرار، يربح فيبتدي يكون معايا ان شاء الله في مشروع اخر. رحلة نجاح أصال للتطوير العقاري بدأت من المنطقة الأكثر تميزاً في مدينة 6 أكتوبر، وفي قلب موقع عبقري بيخدم منطقة التوسعات الشمالية وبين المحاور المرورية والخدمات الحيوية ومستشفيات دار الفؤاد وسعاد كفافي وأبراج مشروع مراكز الشهيرة، ومكملة في مناطق تانية كتير، وبتستعد لشراكات قوية خارج مصر، وبتتفاوض للاستحواذ على قطع أراضي مميزة في كل أنحاء مصر لإقامة مشروعات جديدة سكنية وإدارية وتجارية. تشاهدون بعد قليل. الكومباوند اللوكيشن والفيو بجد يخطف العقل زي ما بتقولوا. اللي بيشتري بيت هون مش عايز بقى يكون عنده شاليه على البحر او عنده اكسس على البحر. اللي انعمل فيه انه ب 6400 متر يطلع لك 80 وحده سكنيه، هو هذا كان اكبر تحدي. تشاهدون الان. الكومباوند اللوكيشن والفيو بجد يخطف العقل زي ما بتقولوا. اللي بيشتري بيت هون مش عايز بقى يكون عنده شاليه على البحر او عنده اكسس على البحر. اللي انعمل فيه انه ب 6400 متر يطلع لك 80 وحده سكنيه، هو هذا كان اكبر تحدي. ساعة
صناعة التطوير العقاري في لبنان أكيد بتواجه تحديات اقتصادية صعبة وتأثرت بالصراعات والحروب، لكن ما فيش جدال إنها صناعة كبيرة واستثماراتها ضخمة وفي قلب مناطق مذهلة، جبال وغابات ومنخفضات وهوى يرد الروح ومشاهد ولا أروع لشواطئ البحر الأبيض المتوسط. وبالمناسبة التصميمات المعمارية للمشروعات العقارية في لبنان ليها بصمة، يعني مجرد ما بتشوفها في صورة حتى بتعرف فورا إنك في قلب لبنان. في بيروت الجميلة رصدنا جمال ورقي العمارة اللبنانية خلال زيارتنا لأحدث مشروع سكني بتنفذه شركة إليمنتس الرائدة في مجال الهندسة المعمارية والديكور، مشروع تبرجة هيلز، وهو مشروع عقاري سكني على مساحة 6400 متر، ورغم كده بيضم حوالي 80 وحدة سكنية وتنفذت بأجود الخامات وبتصميمات فريدة وواجهات كلها على البحر، يعني نموذج للعمارة اللبنانية الحديثة. المهندس المعماري دانيال حداد رئيس شركة إليمنتس للهندسة المعمارية والديكور قابلناه في قلب مشروع تبرجة هيلز في بيروت وعرفنا تفاصيل المشروع، اتكلم معانا في أسرار مهمة عن صناعة العقار في لبنان، ركزوا معاه. النهاردة وإحنا في تبرجة هيلز أحدث الكومباوندز الموجودة في منطقة تبرجة، الكومباوند اللوكيشن والفيو بجد يخطف العقل زي ما بتقولوا. الأسس الأساسية اللي بتبدأ عليها شركة إليمنتس لاختيار مواقع مشاريعها بتبتدي منين؟ هو أكيد أول شيء بده يصير فيه سايد فيزيت، يعني نشوف العقار من شو مكون، شو حسناته وشو سيئاته وشو في حواليه. هذا أهم عنصر أول شيء لحتى واحد يعرف يعمل سيلكشن للعقار. هلا هذا العقار أكيد فيه صعوبات كتير لأنه أرض منا كبيرة، هي 6400 متر تنعد صغيرة جدا لا تحمل 80 وحدة سكنية. الأرض 6400 متر. أوكي. يعني هذا فعليا هو تنعد كتير يسا صغير لحتى يطلع لك هالقد وحدة يعني سكنية. يعني فدان ونص تقريبا. تقريبا صحيح صح. يلي نعمل فيه إنه ب 6400 متر يطلع لك 80 وحدة سكنية، هو هذا كان أكبر تحدي. بس أنت قلت لي إن أنت قبل ما تطلع ب 80 وحدة الأرض والمشروع كان ليه قصة. هو انباع كرمال هيك، هو كان عليه دراسة لخمس بيوت. خمس بيوت بس؟ بس، وهذا كان إذا بدك الفكرة وراء إنه حتى يكون جود ديل. أوكي. وقتها أخذنا إحنا على أساس إنه خمس بيوت طورنا لحتى صار دراسته، يعني درسناه بطريقة حتى يكون تجارياً كمان منيح، يعني بروفيتبل. أوكي. درسناه بطريقة يكون فيه 80، و80 بهيك أرض صغيرة هذا كان أكبر تحدي. والثمانين عندهم كلهم أو فيو أو عندهم فاسيليتيز بطريقة يعني حتى يكون كلهم بينعاشوا فيو عالمي صراحة. هي الفيو اللي أدفنتج الأرض. أوكي. وفي انحدار كتير قوي، منه سهل واحد يعمر بانحدار قوي. هلا يلي عملناه بطريقة صار فيه تراسما بنسميه، يعني تدرجات للبناء. أوكي. كل مجمع، كل قسم المجمع على ليفل، مشان هيك كلهم ربحوا فيو، كل الشقق عندهم فيو. أوكي. وعلى الشمال والجنوب كمان عندهم فيوز اللي نسميه سايد فيو، كمان بيقشعوا البحر من كل الميلات، يعني كله شايف البحر، كله شايف. فرق الليفلينج ده في الانفراستراكشر بتاعت المشروع، البنيه التحتيه بتاعت المشروع، اعتقد بيبقى لها طريقه مختلفه في البناء. اكيد في لها دراسات، انت ترفع المياه لحد فوق او الصرف، الموضوع ده بتاع الجزء اكيد كله بده دراسات. بس انه هلا بكل بنا، بكل ليفل من بنا في عنده انفراستراكشر له، في عنده موارد مائيه تبعيته موجوده تحت بالسفليات، يعني كله مدروس بطريقة أكيد يكون كل العالم مثل بعض تقريبا، كل الوحدات عندهم نفس الأدفانتجز. هلأ بهيك كومباوند لأنه هو كومباكت عندك أربع أبارتمنتس بكل فلور، وهذا شغلة عادة مش حلوة أن يطلع لك توصل على إليفيتر تقشع أربع باب حد بعض، بصير كتير يعني بيروح على المطرح شوي شعبي. يلي عمل هو مثلا عمل اثنين عندهم مدخل حد بعض واثنين تانين بجهة تانية، يعني نفس البناية قسمتها جناحين، كأنه هيك، يعني بتقشع اثنين ميل واثنين تاني ميل، يعني صارت ما بقى في كثافة أبواب حد بعض، وهذا كمان شغلة كانت أدفانتج لإلها. وبتدي نوع من أنواع الرقي للمشروع. أكيد، ما هو هذا المبدأ، يعني يلي هو هذا عنوانه أفوردبل لكجري، يعني عم تاخد أنت شيء لوكس بسعر كتير عادي، يعني بسعر الكوميرشال الموجود بالبلد. وهذا إذا بدك كان من أدفانتجز المشروع يلي نباع بطريقة كتير سريعة، يعني بشي مش طبيعي نباعت، لأن العالم حبت الفكرة كتير
أكيد لأن في معه فاسيليتيز، عندك بول، عندك جيم، عندك مطرح للأطفال يلعبوا، يعني أمن كل شيء للحياة الرفاهية الحلوة بطريقة ذكية وناعمة. يعني ناس كتير من اللي اشتروا هنا كان بفكر استثماري، يعني هو إن هو بيشتري عشان يأجر، سواء بقى على بوكينج أو اير بي ام بي، لأن طبعاً لبنان إحنا كلنا عارفين إن هي بلد سياحية ومن السياحة قوية جداً، سواء صيف أو شتاء بيبقى فيه إقبال كبير على لبنان. لكن الناس اللي بتشتري for investment كلهم لبنانيين ولا في جنسيات كتير بتيجي تشتري للاستثمار؟ لا أكيد في من غير جنسيات، بس الأكترية لبنانيين، بس يمكن الأكترية عايشين برات لبنان يعني expatriates يعني، بس كلهم حابين يشتروا بلبنان. بتعرف يعني لبنان عليه طلب كتير بالريل استيت، وهو بلد صغير يعني بيحمل يعني كل العقار وين ما كان عليه طلب هلأ، وهذا أهم بزنس كان بلبنان إنه الريل استيت، اللي هو بالعالم كله يمكن، بس بلبنان كتير عليه طلب لأنه بلد صغير، وهذا مثلا عقار قريب للبحر، يعني اللي بيشتري بيت هون مش عايز بقى يكون عنده شاليه على البحر أو عنده أكسس على البحر، بعيش هون شايف البحر كله. صح يعني هذا بيت صيف شتاء مرغوب يعني، وفاسيليتيز كلها قريبة، الهاي واي قريب عليه، يعني اللوكيشن ساعدت كتير، والاركيتكتشر اللي عمل فيها صار عنده كتير فاسيليتيز وصار العالم تعيش مرتاحه فيه. انا شايف ان الاركيتكتشر يعني احنا بنلف في لبنان، انا شايف طبعا ان في طرازات مختلفه، بس الاركيتكتشر ده حبه مودرن، يعني يدي احساس المودرن، والمودرن كمان مش كتير موجود في لبنان. صحيح. فبتحس ان هو الى حد ما يعني بتحس بيديك احساس ان هو مميز. صحيح صحيح. هو هلا الفكره منه هلا كل ابارتمنت بحس انه عنده بيت مميز عن التاني شوي، بقصص صغيره يمكن، بس بتعطي واحد بحس انه بيته غير جاره شوي، ونعمل مثلا فريمز، هدول الفريمز بيعطوه برايفسي شوي لإله، بيقدر يستعمل سولاريوم نوعا ما، بيقدر يكون شوي لحاله، وعنده فريمينج للفيو، يعني كل واحد بيقشع فيو بطريقه مختلفه عن الثانيه، وهذا كان الشيء الحلو كمان، وبميز الاركيتكتشر من برا، ما يكون كله فلورز مثل بعض، يعني بتعطيه رونق كمان حلو للمشروع. التايبس اللي هنا مختلفة ولا كله بروتوتايب واحد أو لا. نماذج موحدة؟ لا مختلفة، لا يكون في يناسب تنوع يناسب طلبات العالم. بيبدأ من إيه بقى؟ بيبدأ من غرفتين نوم، يعني شقة أبارتمنت مع غرفتين نوم مع ثلاثة مع أربعة بيوصل لخمسة، يلي هن الديبلكسات العالية يعني الطوابق العالية. وهنا الغرفتين بتبتدي من مساحة كم متر تقريبا؟ بيحب يفضلوا 120 متر. الأفرج 120 متر هي لغرفتين نوم، 150 لثلاث غرف نوم، وبيطلعوا أكتر شوي. المهندس دانيال حداد هو أستاذ التصميم والهندسة المعمارية في جامعة روح القدس الكاثوليك في لبنان. خبرته بالسوق العقاري بتمتد لأكتر من 35 سنة، بدأها مع شريكة حياته المهندسة هنادي أبو جودة، وهي واحدة من مشاهير العمارة والديكور في بيروت، وأسسوا مع بعض من حوالي 13 سنة مصنع إليمنتس للأساس والديكور، واللي بيصدر منتجاته لأسواق العالم، وقرروا الاستثمار في قطاع التطوير العقاري بإنشاء مشروعات سكنية فريدة من نوعها لتقديم منتج عقاري عالي الجودة ومبهر التصميم. انتوا هنا بتبيعوا اوف لاند زي مصر صح كده؟ صحيح. اللي هو لسه بتحفر الارض بتبتدي الناس تشتري. صحيح. ال- 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 العميل بيسدد ثمن الوحده على قد ايه؟ هلا عاده وقت كان في مصارف عم تشتغل مظبوط كان عندهم ادفانتج على 15 سنه 12. لا انا بتكلم على الديفلوبر المطور. الديفلوبر هو وقت ببيع اوف بلان بكون في فتره اللي عم يشتغل فيها هو، يعني اللي بتاخد 3 سنوات او 4 سنوات يعني، وفيك تكفي لبعد ما يستلم يعني الابارتمنت. في ناس عم بتكفي كمان سنتين، يعني بيطلع شيء 7 سنوات تقريبا كلها سوا البيمنتس. لما العميل ابتدى يشتري معاك من اول يوم ولما بدات البيع تقريبا السعر كان كام ووصل لكام دلوقتي؟ هلا اللي اشترى مثلا 150 الف دولار وصلت ل 250 الف دولار. الاشتراطات هنا لما بتيجي تخطط الارض، الاشتراطات مثلا في فوت برينت بتبني عليه او نسبه بنائيه ببني عليها، ارتفاعات محدده، القوانين هنا معموله ازاي؟ اكيد في قوانين لكل منطقه شيء. هلا في زونينج مثلا، كل منطقه عندها اكثر من زونينج واحد، هدول بس سهلين يعني بيعطوا استثمار منيح عالي، يعني هاي المنطقه مثلا فيها استثمار منيح، يعني الارض اذا عم تشتريها تنقول 6000 متر فيك تعمر فيها شي 9000 متر تقريبا مع السفلي الاول، نحن بنعده هذا منه داخل باستثمار، يعني عم بيعطيك ادفانتج لطابق زياده. اوكي مش هيك بتصير الكوست اوف يعني ثمن المتر المربع الهواء بنسميه، اللي هو يعني قبل ما تعمر عليها الفار. صحيح. هذا بينزل كتير بهيك مشاريع، لانه اول شيء ساعة كميه كبيره بهذا العقار نفسه،
وعندك سفلي أول منه داخل بالاستثمار، وعندك الروف تاني طابق بالروف كمان ما داخل الاستثمار، ما بيتحسبش. يعني عم تربح طابقين من أصل مع أربعة، يعني صار عندك ست طوابق بدل أربعة صاروا ست. يعني القوانين هنا بتتيح لك إن أنت البيسمنت اللي هو المفروض إن هو الأرض اللي تحت الأرضي اللي عادة بيبقى عشان اختلاف منسوب الجبل صحيح. فبيبقى واخد فيو، ما بيحسش إن هو بيسمنت أبدا. والروف دول ما بيتحسبوا من الاشتراطات البنائيه يعني. واكيد اللي بيسمنت يلي في عامل فيه فاسيليتيز، يعني بعد المشروع في جيم، في نادي سوشيال كلوب يجتمعوا فيه الملكيين، بيعملوا فيه سهرات عشوائيات، في بلاي جراوند للاطفال، هدول كله بصير منه داخل الاستثمار كمان يعني اكسترا. بما ان حضرتك اتكلمت على الجيم والسويم بول، الفاسيليتيز للكومباوندز الاكسكلوسيف اللي زي دي او الكومباوندز اللي بتبقى على مساحات صغيره، ايه الفاسيلتيز اللي العميل دايما بيدور عليها؟ طبيعي بدك تخلق له شيء لحتى يكون في رونق للمشروع وحياه، يكون هو عايز يعني يكتفي بالحياه بالمشروع. فهيدا مأمن تقريبا كل شيء بعزوه لحتى ما يكون عنده منزل تاني بيت تاني على البحر. يعني عنده الفاسيلتيز تبع البول، عنده شاورز ولوكرز اندر جراوند، يعني اذا عنده ضيف ما انه مضطر يطلع الضيف على الابارتمنت تياخذ شاور تيرجع من بعد ما يكون قضى نهار عنده، يعني بيقدر ياخذ شاور باللوكر بالمحل المخصص ويروح دغري لبيته. في الأطفال عنده مطرح بيلعبوا فيه آمن كذا. أكيد في كل شيء فاسيليتيز بعزول للإدارة للاجتماعات، عندهم سهرة، عندهم عشاء، تنقل واحد بده يعمل عشاء ببيته، في صالة كبيرة فيه يستعين فيها يعمل فيها عشاء برايفت لقله. يعني هذول القصص يلي الأساسية بتنعاز يعني. والخدمات بقى الأساسية الكومباوند، مية، كهرباء، تليفونات، الكلام ده كله. هنا انت عامل شركه اداره ولا بيتعامل مع المحليات او الدوله؟ لا طبيعي بده يكون في شركه اداره، لان في 80 وحده سكنيه بدهم اداره. بهيك مشاريع عاده بيكون في الاداره تابعه للمشروع على عدد من السنوات يعني. طب بعدين يصير في انتخاب للجنه تانية بعد مثلا هون بعد 5 سنين بينتخبوا لجنه، بيكون سكنوا كل العالم يعني، بصير في انتخاب للجنه مالكين وبكفوا بالاداره نفسها. بكون أمن كل شيء، نحن أمنين كهرباء، مي، إنترنت، تليفون، كل ساتلايت للتيفيز كله بده يكون أمن لحتى ما حدا يضطر يعمل يعوز شيء أكسترا يعني. شركة إليمنتس كمان بتقدر توفر الفرش، هتلاقي كتير طبعاً بيطلبوا الفرش من إليمنتس والإنتيرير أو الديكورات اللي موجودة هنا بلبنان. في أنا ببيع أوف بلان، لكن كمان عندكو مبدأ إن أنت ببيع نص تشطيب ولا لازم يكون متشطب؟ لا نحن منبيع تقريبا مشطب، بس اللي بحب يعدل شيء بيكون رجع للشركه، نحن منعدل له اذا بده يغير باي نوع ماتيريال مثلا بيكون بالتنسيق معنا، يعني يا بده هو يغير بنعطيه اذن ليغير حسب مواصفات اللي حطينا او نحن منغير له حسب طلبه يعني. بس عاده كله بيرجع لإليمنتس لحتى يكون كله منسق مع بعض وياخذ النتيجه اللي بده اياها يعني. نحن بنساعده بالديكور وبالمفروشات مثل عم تقول يعني. انا شفت فكره عجبتني جدا، ان هي فكره ان الروف عملت له برضه برايفت روم فوق الروف، يقدر تبقى عنده نوع من انواع البرايفسي او سبيس اضافي للبيت. صحيح. ده بيبقى موجود عاده في كل المشاريع اللي هنا ولا ده برضو ابتكار من ابتكارات إليمنتس هنا؟ لا هو الروف موجود بلبنان يعني، مش بكل المناطق اكيد حسب الزونينج برجع بقول يعني، بس مش كل بيستفيد منه بهالطريقه، في ناس بحطوه ستورج بس يعني. لا نحن عم نستفيد منه للسكن، انه بيكون اكسترا للشقه اللي تحتها يعني، صار عنده سبيس أكتر، عنده غرف نوم، يمكن عنده بلاي روم لعائلته يعني، عم بيكون يعني للحياة ليعيشوا فيه يعني. وهذا كمان يكون أدفانتج للشقة العالية يعني. وحتى الشقة يلي بالجاردن فلور في عندهم تحتهم كمان تابع لألهم كمان تقريبا قد أبارتمنت تبعيته، بيقدر ينزل بدرج داخلي خاص لأله بكفي حياته تحت. إذا عنده مثلا نقول بلاي روم، عنده يمكن غرفة نوم تكون، وفي محلات انهم اوبننج لفوت عليها الشمس والضوء يعني حسب بيضاعف المساحه. صحيح. انتوا متخصصين في الموضوع ده، بتعرفوا ازاي تضاعفوا المساحه للعملاء بتوعكم؟ نحن لانه لبنان برجع بقول لك صغير، المساحه كثير لها قيمه عندنا يعني. صح. ما في انه مساحات شاسعه، اكيد اكيد. بدنا نستفيد من كل متر نحن بنقول يعني. المشاهد او العميل اللي بيتفرج علينا وحابب يشتري في لبنان او من جوه لبنان وحابب يشتري وحده عقاريه، ازاي يعرف يختار المطور الصحيح؟ شوف هلا اكيد مثل بده يعمل ريسيرش يعني، بده يطلع بالباك جراوند تبع الشركه يلي ورا المشروع. هيدا شغله كثير اساسيه، لان في كثير مشاريع بنصها وقفت وصار في مشاكل كثير، وخاصه بالازمات الاقتصاديه اللي مرقنا فيها. مزبوط. بده يطلع بالباك جراوند يعني، شوف خلفيه هالشركه، اذا عندها مصداقيه، اذا سلمت مشاريعها، بشوف مسطره شوي يعني شو اشتغلوا قبل على الفنش على طريقه التسليم،
يعني بس الواحد يعمل شوية صغير الهوم ورك تبعه قبل ما يشتري. أكيد احنا هنا في منطقة طبرجة، انا دلوقتي لو انا في مصر حد قال لي ان في كومباوند شكله حلو قوي في منطقة طبرجة، انا اعرف منين ان المنطقة دي جيدة للاستثمار؟ العائد على الاستثمار بتاع وحدتي هعرف اجر يجيب لي عائد كويس، حتى العائد على وحدتي من ارتفاع سعرها. انت بتقول لحضرتك ان كان بيشتري ب 250 الف دولار بقى ب 250 الف دولار في عدد سنين قليله جدا. اعرف ازاي اخش؟ ازاي اذاكر؟ ازاي؟ طيب هلا في بروكرز، اكيد في شركات للبروكرج. هلا احنا بالمنتس في عندنا ديبارتمنت خاص هو للاستشارات للريل استيت، يعني في المنتس في استشارات للريل استيت، في استشارات للريل استيت. في كتير عملاء بيجوا لعنا انه احنا بنساعدهم بقرار يشتري أبارتمنت أو يشتري عقار أو كذا، لحتى ياخد رأي مهندسين أخصائيين ويعرف أي منطقة هي الأنسب للاستثمار. إنه هذه شغلة عطول بتصير عنا، وطبيعي واحد بده يسأل، بده ياخد وقت، بده يعرف أي منطقة بنقي، لأنه في مناطق مثلا معقول تاخد فيها مشروع ما يكون ناجح لأنه المنطقة ما بتسمح، يعني عرفت يعني. كمان بده يكون واحد يعرف يعني يعمل good selection. يعني أخبار السوق العقاري دلوقتي إيه في لبنان؟ هل في سرعة في البيع والشراء، أو لو حد بيبيع ريسيل أو بيشتري فيرست هاند من الديفلوبر، سرعة التداول أو سرعة البيع موجودة؟ أخبار العقار هنا في لبنان إيه؟ شوف، نحن قبل الأزمة الاقتصادية كان نمبر وان، رقم واحد اللي عم يشتغلوا فيه بلبنان الماركت كان العقار. كل العالم تشتغل كان عقار، وما يلحق كان يصير في مشروع يكون نبيع المشروع. أكيد مرقنا بأزمة وقف كل شيء، العقار حتى نبيع كتير عقار بس لأنه كان في أزمة. يعني هلا عقاري بالمشاريع العقاريه اختفت الازمه، رجعت الحركه تمشي مزبوط. انا شايف الاعلانات تاني بقت موجوده والناس بتتكلم كلها على العقارات دلوقتي، كل العالم اللي عم تشتري، لانه احسن استثمار بين بلبنان هو العقاريه. هو واحد يشتري عقار، يعني حتى لو يمكن كان في حيلا ازمه بلبنان بضل العقار يمكن جامد بس بيرجع بيطلع بعد شوي. دلوقتي هنزور مع المهندس دانيال حداد وحدات مشروع طبرجة هيلز، وبالمناسبه إلمنتس بتتعاقد مع شركات متخصصة لإدارة وتشغيل المشروع، وبتشارك في الإدارة لجنة من سكان المشروع لمتابعة وتقييم الخدمات، يعني أمانة وجودة وكمان التزام. ده نموذج من النماذج اللي انت بتقدمها هنا للعملاء بتوعك في بيروت. البيت ده أو الشقة دي مساحتها قد ايه؟ 120 متر مربع. هذه 120 متر غرفتين نوم، يعني غرفتين نوم، يعني صالون ومطبخ وصالون سفرة ومطبخ وغرفتين نوم وحمامين. ده حمام وده حمام ما بين الغرف، الغرفتين، وده الريسبشن. ريسبشن الريسبشن تقريبا مساحته قد ايه الريسبشن هنا؟ حوالي 70 متر تقريبا. بس انتوا هنا عاملين فكره ذكيه بصراحه، انتوا حاطين المطبخ اوبن سبيس. اوبن سبيس صح، نكسب اول شيء الوسعه اكثر وبنربح ده الفيو، يعني بصير كل الاستقبال بيطلع دغري للبنك. يعني حتى اللي قاعد لو احنا هنا عاملين دايننج تيبل او او ترابيزه سفره، يبقى حتى قاعدين على الفيو يخطف العقل. هلا في شغله عملناها كمان، صغرنا بلكونات اللي هي لغرف النوم حتى نربح المساحه كلها حتى للاستقبال. يعني صغرت البلكونات الخلفيه عشان تاخد ما حدا بيستعملها الخلفيه الفيو. بس هيدا بيستعملوها للفيو، للقعده، لسهره، للبريكفاست، كثير مهمه يعني. وانتوا هنا بتسلموا العملاء بالجبسون بورد وال صحيح صح، والامبينت لايت ده او الاندايركت لايتنج، صح كده؟ صحيح صحيح. ودي مواصفات التشطيب اكيد. احنا هنا تقريبا في الدور الكام؟ نحن بثالث دور هون. ثالث دور، بس احنا هنا من الدور الارضي وهو شايف البحر. بكل الطوابق هتشوف البحر، كل حته شايف المنظر الصريح ده، وكله بيطلع على الاقسام المشتركه هي السويمنج بول، يعني كله بصير فيه الحياه الحلوه بعد، يعني شو عم بصير في حركه بالمشروع. هنا لما بتبنوا في بيروت، طبعا طبيعه الجو هنا مختلفه عن دول الخليج او دول المنطقه، يعني بلد في الشتاء شتاء وفي الصيف صيف. صحيح. هل بتعملوا عملية عزل؟ يعني احنا دلوقتي ورا الدهان ده بيبقى فيه في عزل مثلا علشان درجات الحرارة ولا أكيد. طريقة البناء هنا، كلمني كده عن طريقة البناء. حيطان خارجية في طبقتين، تو لايرز، طبقتين حجر خفان بنسميه، في عزل بالنص بيناتهم بيرجع فيه تلبيس الحجر، يعني فعليا بصيروا ثلاث طبقات. ثلاث يعني طبقات ومعزول من برا اكيد، يعني قبل ما يتلبس حجر بينعزل، وبالنص بين الحجرين الخفان في عزل حراري لحتى كرمال السقعه والشوب، لحتى يضل البيت بحراره طبيعيه مقبوله. يعني المكون المستورد من عمليه البناء هنا بتبقى تقريبا كم في الميه؟ هلا هي كثيره، يعني في كثير قصص. هلا الالمنيوم صنع لبنان،
الصناعة اللبنانية للألمنيوم. هلا أكيد البيتون والخرسانة البيتون الحديد شغل برا، صناعة برا. أوكي. البيتون بينعمل بلبنان، الترابة تستورد من لبنان، تستخرج من لبنان، الحجر خفان من لبنان، بس البلاط القصص اللي يمكن الخشب من برات لبنان. أكتر الناس بيحبوا يشتروا غرفتين ولا عندكم ثلاثة وأربعة وخمسة؟ لا ما في إلا هذا قاعدة، لأن مش هيك عملنا اثنين وثلاثة، هي الأكترية اثنين وثلاثة موجودين بالمشروع. الأربعة والخمسة بصيروا الأقل شوي، بس الطلب أكتر بيكون على اثنين وعلى ثلاثة، هدول أكتر شيء. هلأ الغرفتين نبيعوا بالأول شهر كانوا نبيعوا كل الغرفتين اللي هن غرفتين نوم اللي كانوا معروضين للبيع. يعني أنا عايز أبص على التراس والفيو لأن التراس فعلا كبير جدا. لسه مكملين جولتنا في مشروع طبرجة هيلز، أحدث كومباوند سكني بتنفذه شركة إليمنتس في بيروت على بعد كيلو من البحر وارتفاع بيصل لحوالي 70 متر، يعني واجهة شايفة البحر بالكامل، وسعرها فعلا مذهل وعادل جدا. أنا شايف إن اللوكيشن هو البطل الأول للمشروع هنا. إحنا هنا على بعد قد إيه تقريبا من البحر؟ احنا 500 متر تقريبا او كيلومتر ماكسيمم عن البحر. وهنا ده يعتبر كومباوند جديد من وسط الكومباوندز اللي صحيح اللي موجود. صحيح صحيح. وارتفاعنا هنا تقريبا قد ايه على مستوى البحر؟ حوالي 50 او 70 متر بركي. 70 متر. ولو انا بس عشان الناس تتخيل معايا، احنا اقل منسوب على ارتفاع قد ايه واعلى منسوب للمشروع على ارتفاع قد ايه؟ يعني عندك من 60 لل 80 تقريبا، 20 متر فرق. 20 متر. فرق ليفل اكيد، لانه هو الارض منحدره كتير كانت، وكل البيوت اللي هنا في المشروع بتبص على الفيو ده. ابدا، هذا الفيو تقريبا بتشوفه كله، واذا بتعلى بعد بتشوف بعد فيو يمكن اكثر. هنا دي شطاره المصمم انه يعرف ازاي يطلع من الارض اللي هو عنده ان يبقى كل الوحدات عندها نفس نسب التميز. هو هذا كان العنصر الاساسي لينجح هذا المشروع، كان انه يكسبوا الكل اللي عندهم فيو. يعني انا وانا طالع هنا انا شفت يونت انتوا عاملين فيها فكره ذكيه جدا، ان هي عشان هي على المرتفعه، العماره مرتفعه، فاستغليت انت الحيطه السانده بتاعه المشروع اللي وراها وطلعت منها جنينه. صح، يعني صار الروف والجنينه بقى في الدور الثالث. صح، بالرابع صار الروف، دور الرابع صار جنينة. الروف عنده جنينه صار هلا، وهو الروف حتى بيكون طابقين، يعني عندك اخر ليفل رابع طابق والروف هن التو فلورز طابقين، التانهم بيطلعوا على جنينه. يعني عشان الناس بس تتخيل معايا، احنا عندنا يونت في الدور الرابع، من الدور الرابع عندها الروف بيبص على البحر وعندها جنينه نظرا لارتفاع فرق الليفل بتاع ارض ارض المشروع، ارض البنايه اللي وراها صار. ودي بتبقى عبقريه المصمم، هذا هو القصص اللي بتميز بناء عن بناء تاني او مشروع عن مشروع تاني. هذا اللي بتصير هنا. قوانين بقى حاسمه، ما لقيش بقى المخالفات اللي بتحصل قدامي. انا دلوقتي واخد الفيو بستمتع بيها، الاقي بقى مشروع طلع قدامي. لا، سؤال مهم للفيو. بقول لك شو، وقت بنعمل دراسه المشروع ندرس مشروعنا ومشروع اللي حدنا نحن تنعرفوا قدام معقول يعلى تنحنا نضل متناسقين معه. يعني تدرس المشروع بتاعك وتدرس اشتراطات الاراضي اللي حواليك. صحيح، شو هو معقول يعمل بالمستقبل حتى انا اقدر اتجنب يسكر علي. مش هناك هذا العقار كان مثلا يلي شمال ويمين هن عقارات فاضيه بتضل، يعني كيف ما عندك فيو على الشمال ومن قدام كان مبين فرق الليفل يلي بالعقار استفدنا منه لحتى البناية إذا طلعت بناية قدامنا بتضل أوطى من الفيو، ما تسكر الفيو لعنا. الفيو بصراحة يحبس الأنفاس زي ما بيقولوا بجد. طبيعة البحر قريب مني، الطبيعة الليفلينج أو التضاريس الأسية زي ما بتقولوا، وانتوا قدرتوا توظفوها صح لخدمة المشروع. أنا شايف التنمية في المنطقة، مشاريع عمالة بتطلع. أخبار كويسة سمعتها من حضرتك إن بتقول إن التطوير العمراني والتنمية العقارية رجعت تاني لبنان. صح. ونتمنى طبعا الخير للبنان والمصر وكل الوطن العربي، وإن شاء الله نقابلكم في مشروعات تانية كتير تكون بتطوير شركة إليمنتس. إن شاء الله. ونشكرك جدا. شكرا لكم. شكرا لكم. العمارة اللبنانية ليها أنمطها وطرازاتها وأفكارها اللي بتعشق الطبيعة وبتنجح دايما في استغلال خامتها، وده بفضل المبدعين من المصممين المعماريين اللبنانيين اللي أضافوا كتير للعمارة العربية. حقيقي ربنا يحفظ لبنان.
تشاهدون بعد قليل. احنا النهاردة بنحتفل بالمسابقة الوطنية ليو سي ماس. يو سي ماس زي ما احنا عارفين هو برنامج تنمية المهارات العقلية. تشاهدون الآن. احنا النهاردة بنحتفل بالمسابقة الوطنية ليو سي ماس. يو سي ماس زي ما احنا عارفين هو برنامج تنمية المهارات العقلية. تنمية مهارات الأطفال واجب وطني بتتبناه النهاردة أكاديمية يو سي ماس المتخصصة في تدريب وتطوير مهارات النشأ وتفعيل طاقتهم الذهنية في مختلف الأعمار وتمكنهم من الإبداع والتخيل وكمان تعزيز قدراتهم في مراحل التعليم وتطوير الذكاء وتعزيز ثقتهم بالنفس. ده باختصار اللي بتقدمه فعلا أكاديمية يو سي ماس من خلال برنامج مكثف لتنمية مهارات الأطفال وتأهلهم على التركيز وكمان تصعيدهم للمشاركة في الأحداث الدولية. النهاردة احنا بنشارك في واحدة من أهم المسابقات الوطنية اللي بتنظمها شركة يو سي ماس في مصر. تعالوا نعرف التفاصيل. احنا النهاردة بنحتفل بالمسابقة الوطنية ليو سي ماس. المسابقة دي بنعملها كل سنة واللي بيفوزوا فيها بيشاركوا في المسابقة العالمية اللي بتعقد في ماليزيا والسنة دي ان شاء الله هتبقى في الهند. يو سي ماس زي ما احنا عارفين هو برنامج تنمية المهارات العقلية. هو برنامج تنمية العقل بأكمله. يساعد الطلبة على التركيز، بيساعدهم على تقوية الذاكرة، بسرعة البديهة، سرعة التعلم. هو تنمية مهارات العقل كله. يو سي ماس بدأت في ماليزيا سنة 93 لكن احنا هنا بدأناها في مصر سنة 2003. احنا النهاردة بقالنا 21 سنة بنحتفل بيو سي ماس في مصر. السنة اللي فاتت أبطال مصر في المسابقة الوطنية فازوا بكأس العالم الذهبية في ماليزيا وكانوا أوائل العالم كله. السنة دي إن شاء الله احنا متوقعين نفس الإنجاز اللي احنا بنكرره كل سنة. المسابقة النهاردة عبارة عن هي 200 مسألة حسابية معقدة الطالب بيحلها في 8 دقايق بس. عندنا كمان كاس مصر، يعني ده أول سنة لينا نعمله كاس مصر. كاس مصر ده بيبقى هنشوفه مع بعض، بيبقى حاجة يعني مبهرة. احنا أكاديمية يو سي ماس في مصر موجودة ومنتشرة على مستوى مصر كلها، موجودين في كل المحافظات تقريبا، واحنا الحمد لله يعني واخدين دعم قوي من وزارة التربية والتعليم. تحاول نتفق ان احنا انه يو سي ماس يتعمم في عدد كبير من مدارس الوزارة ان شاء الله. يو سي ماس since started in 1993 until now it's already 31 years. And Egypt started since 21 years until now. Dr. Mahdi is one of my good friends. That's why he took up UC Maas Egypt. From the first beginning, UC Maas Egypt was very small. And until now, UC Maas Egypt become bigger and bigger. I expected UC Maas Egypt will grow more than 10,000 students next time. According to what the Dr. Mahdi said, this year he expected Yu Smash Egypt most likely may get the championship of the World Cup. And I also expected Yu Smash Egypt will get it too. تعرفت على المسابقة عشان المدربة بتاعتي قالت لي ان انا اقدر اخش مسابقة يو سي ماس الوطنية واقدر اكمل للمسابقة العالمية وكده، فقلت خلاص هخش المسابقة وقعدت اتدرب بقى لحد ما جيت هنا المسابقة. انا دخلت يو سي ماس لقيت مسابقة كانت شد عليا جامد والحمد لله دخلت هاير اي بنجاح وما غلطتش والحمد لله بجيب دلوقتي بال171 و174 في الكومبيتيشن. كل حد دخل يو سي ماس تعب اكيد، ما فيش حد ما تعبش وكل حد ان شاء الله هيجيب مركز كويس. عرفت يو سي ماس هو أكاديمية جميلة جدا. لما دخلتها كنت معجب بيها الصراحة، والميس بتاعتي هي اللي حببتني فيها. أنا لما دخلت المسابقة كنت خايف جدا بس لما دخلتها وشفتها بقيت سهلة بالنسبة لي.
تمرينات المسابقة كنا بنتمرن الليفل بتاعنا منتل بس، كنا مركزين في المنتل، بنبقى حافظين الأبيكاس في دماغنا وبنركزين عليها. لو حضرتك تقصد بتاع الليفل العادي، الليفل العادي بيبقى عندنا الأبيكاس دي بنبدأ بيها. أنا في الأول خدت الليفل اللي هم 12 ليفل، كنت باخدهم أبيكاس، وفي ساعة باخد منتل عشان أقدر أحفظ الأبيكاس في دماغي. وأنا سمعت عنه من الفيسبوك، فبابا قدم لي فيه عشان أعرف شغل مخي وأعمل الحاجات بسرعة.